وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. أبو جحيفة فرمي برسيارم لعلي كريب طالب رضي الله يوري لبي آية: هل عندكم كتاب؟ يعني جقا لم كتابيك قرآن ولو حديثيك لفي عمري خواته عليه الصلاة والسلام هيتش تيشي تايبت بأيوة هيا أيوة آل البيت في عمري خواته عليه الصلاة والسلام هيتش تيشي تايبت بونو سيون يعني بيتان بلاي وبوي خوة إملاي كربي بسرتان ويوش خوة نسيبه تانوا يعني شتيك هي لا أيوة بيت لميراتي في عمر عليه الصلاة والسلام تايبتي كربي بآل البيت يا وصيتي تايبت لا عامي صحابة ومسلماني ترنبي علي رضا أخوة قولي اللي بيفر من أخير إلا كتاب الله أو كلا إيمي كتابك إخوايا كلا همو مسلمانانا أو فهم أعطيه رجل ياخد فهمك علي رضا أخوة قولي اللي بي تيجي يشتني لقرآن لسنة زور دقيق بو استاوى فهمك إخوة بيبخشيوا نق علمي شي زيادة بيبخشرا بي فهمي شي زيادة بيبخشرا أجينا علمك هلا وقرآن وسنتي أو ما في هذه الصحيفة صحيفه چی پیبو لا پرایك اوج ليره دانوسراوه وتي چی ته دانوسراوه فرمي العقل وفكاك الاسير العقل يعني الديه خوين يعني خويني مروفيك چندا خويني او چندا او معلومات انا احكام جنايات وفكاك الاسير وكسك دجيرات چون رزگار بكري لدستي دوجمن ومسلمان بكافر ناكوجريته متي اوي والله هيك تايبت مالانيه بوي هر كسيك امرو به بلا قراني شي تر هيج قال قراني مسلمانان في دوتري قراني فاطمه دلين ان عندنا قرانا اعظم من قرانكم وليس فيه حرف من قرانكم قراني شي تر مان هيا لو قراني ايوا قورترا ويك حرف قرانك ايوا شتي دانيه اي متشي اي كوال شويه اما طبعا درود للسيف راك انا أجينا كلامك إخوة هرأوية كتابك إخوة أوية كلا بردست معنا بو السنة و بو الشيعة قرآن وحديث برنامي همو معنا چه واز لم قرآن وحديثة بينت شتي تر بيني بلا والله أما تايبت بو إيمة بجيهشتوا جيغة لمسلمان دلين درويا مسلمان باور بوشتانا ناكا